رأيت الانتشار، أنا رأيت الانتشار يعني انتشار بأمة عيني خلف أسوار الخضراء وبوابة الخضراء، وحقيقة يعني حزنت كمواطن عراقي، حزنت قلت يابا أنه أنا إذا أنت يعني سلاحك تجر على أخوك العراقي إيش بقى بالعراق؟ اليوم التفاهمات الوطنية والتفاهمات القانونية هي أقوى من السلاح. اليوم هذا يعني الحركه اللي قاموا بها بعض الاخوان رفضت من جميع يعني اطياف الشعب العراقي ومن الشارع العراقي مع الاسف. احنا لا يعني نقبل. كتله سائرون نعم. ما عندكم موقف واضح جدا، ما عندكم موقف واضح بهذا الموضوع، شنو موقفكم؟ لا التغريده سماحه السيد واضحه، اذا كان الدوله العراقيه او كان الخارج او كان بعض محسوبين بالحج الشعبي ان ينالوا من تغريده السيد البارحه وتغريده واضحه ارجوك جداً ارجوك استاذ محمود، نحن سلما لمن سالم العراق، اضعاف العراق حرام نعم. وممنوع اكيدا، فلا تتكالبوا عليه نعم، نحن انصروا وطنكم ولا شنو نعم. ما ما بصراحه ما اعرف نعم سيد مع منو، هذه رساله موجهه الى هذه رسالة إلى موجهة إلى الخارج الذي جعل من العراق ساحة صراع، ورسالة موجهة إلى كل من لم يحترم هيبة الدولة وسلامة القرار العراقي والعراق وهيبة العراق، ولا يهم الصدر إذا كان عراقيا أو غير عراقي. نعم بس أنتوا يا من؟ نحن مع العراق أستاذ. البارحة المنطقة الخضراء تحاصرت، السيد الكاظمي احتقل قاسم مصلح والفصائل والحشد الطوقة والمنطقة الخضراء، سائرون أنتو يا من؟ أنا أنطيك 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 كلام، إذا كانت الدولة العراقية إذا كانت الدولة العراقية اليوم يعني شو تسميه، انقلاب على الدولة العراقية أو الإطاحة بالحكومة العراقية بهذه الطريقة، نحن أول من يتصدى للحفاظ على العراق وهيبة الدولة العراقية، والتغريدة واضحة، وتصدينا مرارا وتكرارا للحفاظ على العراق وهيبة الدولة العراقية.